دفاعا عن الأمازيغية. أول من طالب بتخصيص كرسي في الجامعة للغات الأمازيغية، اللغات الأمازيغية دائما سأشطب على هذا حتى لا أصنف في الخانة التي تريد أن تخلق لغة لم يكن يعرفها المغاربة، لغة معيارية. دائما علان الفاسي كان يطلب أن يكون هناك كرسي جامعي، ومن الكرسي الجامعي تكون الجامعة ويكون المد اللغوي، ولا أعتبر بأنه هناك أحد يمكن أن يعطي دروسا. فلننزل إلى سوس والندب هنا وهناك، فسنجد الكثير من كتب الفقه والكتب النحو وكتب الصرف وكتب الفلك، كتب مكتوبة بلغة عربية بلهجة وبلغة أمازيغية. هذا هو التراث الحقيقي، يجب أن لا نضيع أنفسنا في شيء قد لا يكون حقيقة هو اللغة هو الحرف الأمازيغي، ولكنه في حقيقته يمكن أن يكون هو الحرف الفينيقي. هذا الشيء لن يستفيد أحد منه، لن يستفيد أحد منه إلا ما نلاحظه اليوم وما ستعيشه الأجيال، هو الانتصار الأكبر للغة لا هي عربية ولا هي أمازيغية. أما غير هذا فإننا نرى بأن الكل يدلي بدلوه، ويريد أننا ندلي كلنا بدلونا انطلاقا من محبتنا ومن أخوتنا ومن تقديرنا لمكونات الوطن، بدل أن نخدم فكرا أجنبيا. وقد يقال عن كلام هذا إنني أتحدث بلغتي المؤامرة، ولكنني لا أتحدث بهذه اللغة، أتحدث عما يعرفه الواقع والشارع اليوم، وما يعرفه الجميع بأن الأمازيغية والعربية رغمهما أنهما لغتان رسميتان في الدستور، فهما الآن مهمشتان في الحياة كلها.